السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم صباحي وصباح الكحل في العيد، صباح العرب مرة، وصباح متابعين الخالدي مرتين. والله مليون مرحبا بهالصباح، مليون مرحبا بالناس الطيبين، لياوي الأكرام، الأخيار اللي محد شرفه. كيف حالكم؟ شو أصبحتوا؟ يا ربي راعي هالبيت، يا الله يا رب تسهل عليه وخلص بيته. من متى حين؟ من كم من سنة؟ لكن بيت ما شاء الله، بيت ترى بنقلة، بنقلة ما بيت من كبره تبارك الرحمن. بانين بيت 90% حجر منه، ومرتب ومعدل. من متى هذا؟ يقول لك يا محملن في كل سنة يا شرور للوح. هذا بيتهم من كم من سنة يخدمونه، لكن الحمد لله على وشك انه يجهز. الله يسهل. وانت ريا ييته، انت ريا متى الحولة هاي؟ متى بيتحولون؟ متى بيتحولون؟ وين ابدأ؟ ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين ان رمضان الجاي بيرمضون عندنا ان شاء الله. تخبرنا عنهم طلعوا قبيسات، يعني قبيسات يعني منا وفينا خوالي، والله ونعم. وما بالله طلعوا بوي انساب نسب بيننا وبينهم، والله مليون والنعم بهذاك النسب، والاهل الطيبين والناس الاخيار، يعني الحمد لله. هم من الايران اللي تفرح بيرته، ناس طيبين محشرات من ذكر وانثى. الله يحفظهم ان شاء الله ويسمح دربهم ويعجل ان شاء الله حولتهم، يكون السنه يرمضون عندنا ان شاء الله اذا الله جعلنا من حي. ونتبادل اطباق الرمضانيه والرمس والسوال، ونسير عليهم ويسيرون علينا، حالهم حال باقي افراد الفريج. والله مليون مرحبا، مليون مرحبا بريحه الطيبي. يلا بنرمس على اخلافه. جود مورنينج دواركا. جود مورنينج سام. هاو ار يو مدام؟ ام فاين. هي 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 ركزي، ما هي بضربه، يا سلام. وانا ارضي ما بعدت ما باك نو اوكي. ايوه هذا ابوي عصيري انا. انت ها ما هي بضربه. هذا ابوي عصيري. دم الغزال يا متحني. دم الغزال. بسم الله انا ابو ري. ايوه هذا اصلا هادي. هب الشراخ العادي لا خلوه لين مره. هذا اصيل. ما صباح الخير. جود مورنينج مدام. افري داي نيو كلر نيور هير. ابوي اليوم شيء بنسجل حق الانستغرام مال تصمغ الحمضيات تشمل الهمبه والليمون. الهمبه اللي هو المانجا والليمون، هذا مرض التصمغ يضرب الشير، يضربهن في دوعهن تظهر علاماته. شفتوا شيره البان ايش قال يظهر عليها الصمغ؟ لكن هذا عاد يظهر على الماء الهمبه، ويظهر الله يحفظكم على اللومي. ها وفي حال ظهر هذا الله يحفظكم شو يستوي؟ هذا يخلي الشيره لين يدعي والفرع يجي شرات التصلب، يتصلب وتموت الشيره. ها مرض فطري وايد ضروري التخلص منه. برويكم عندي اظني حالك اذا عالجتها، لكن ان شاء الله اني القط وحده مصابه. كان حد يتمنى لي احد حق شيره، اتمنى وحده تخيل الله على سب نسجلها للانستغرام. تخلص من خبرناكم بنخبركم ايش قال طريقته على الانستغرام، كنت مخبركم من قبل على السناب. الوقايه منه، الوقايه كيف الشيره ما يجيها التصمغ؟ ما يترك الماء يصير جدل يدع. المنطقه ما تكون دومها خرسانه، اي منطقه الشيره ترى شرات البني ادم. البني ادم يشرب ماء، لكن ما يشرب 24 ساعه تم خرسان. هالنمونه يدع الشيره الحين تبى تشرب الماء من ثمك، ليش تترش ينبك؟ ما تبرش ينب. فلذلك الشيره ما تحب حد يخرس يدعها،
تبى الرطوبة هتي في الجذور، وقت الري معروف، ولازم أكثر الوقت تكون الشيرة أطراف فحاف في تراب يندر يتطاير. كثرة الماء يسبب تعفن، والتعفن هذا يستوي تعفن في الجذور، ما تعابها الشيرة رقم واحد، ساير لين شب السبع ما تعابها إلا انتجست. شمنا هذا أبوي مرض فطري يضرب العروق، وعنثر الليل تصبح الصبح يابسة، ويومين ثلاثة وانتجست، وتصير أبوي وزقنا بوت ستشين. بخليه يتغدونك اليوم غدا، خليه يتغدونك ضرب اللات ولا قاق وقاق اللي يوم يحيدني. رمست وتكلمت، من يحيدني تكلمت قاق وقاق وقاق وقاق، عندك تقاوي في حامية اللهب. هون انتو تحت الشير هذا كله تدربه، شو هذا رماد نجمع ابوي الرماد، ها شوفوا نجمع الرماد يدره تحت الزراعة، يدره تحت الزراعة الله يحفظكم، ومن يدر تحت الزراعة يجلبه الأرض تربة. هذا زين زين عن الفطريات ومغذي ويبعد ليهاد ولا يعني اجتهاد منه، لكن 90% ما صحيح يعني. الرماد زين ينفع ولا يضر. شامبي good morning. ما تعرف انجليزي؟ يا شامبي يا ابو المرق شلك راعه ونقط عاد، هاي شل الكلمه الاخرانيه ما بقولها. الاول غنيه ها صلاح يا شامبي يا ابو المرق شلك راعه. Good morning مستر صلاح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Good morning مسيو صلاح، صباح الخير. شو يا ايبيل انزين قبض نعالك، قبض نعالك، قبض شوت كهرب انت، قبض نعالك تشوفه حاين بها والله. شو يا بصراح هدية؟ لا ها هدية. شو هذا؟ جرجير. اعطيت خير اعطيت زق الخدام زق الخدامة بس. شو يا بين صلاح اعطيت خير يا ولد احمد. شكرا شكرا يا سلام. نزل عاد تحت عطيه خاطر راعيها فيها. منو حاشنا صلاح؟ سيسايد. سيسايد شكرا شكرا. هذا خذيني ان شاء الله حاضرين. شكرا. وين توهتي؟ تاخرت وايد اليوم حبيبي. هذا سبح يعلك تسبح من حمى. ليش تاخر صلاح؟ حلاوه متحلق يعني يعني ليش الكذب الحين؟ انت اللي مخرنا. لا 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 اول بديت تكذب صراحه. يسلمون عليك هل السعوديه كلهم؟ هل السعوديه يسلمون عليك كلهم واغلبيه تنحرم؟ يموتن عليك بيموتن عليك يا صلاح. تعالي تعالي انا بجهويك كيلس احز اقرن تشلي هذا هي انا اجيب انا لا هذا خس كذا يقول لك هذا حق خالد حطي عدال الخس. شكرا شكرا صلاح طيت خير. لا لا السحر فناني وين هذا فرض؟ هذا يقول لك الفرض عمود الارض، انبعته غناك ونكلته شفاك. ها صلاح شو تبى؟ تبى فرض ولا تبى خلاص؟ وين تبى؟ خلاص خلاص. حاضرين 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 يا ولد احمد. مقولة اخرى انكلته هناك وانبعته غناك، حد يقول انبعته غناك وانكلته هناك، وكلهن صحيحات. شو تبى حبيبي؟ وين هناك داخل حبتي. الحين شو تريد انت؟ ما انا ما نسيت قول مره ثانيه بطيح نصك. شو تريد؟ واش خلاص ولا فرض؟ لا واش خلاص. حاضرين شيل الطعام. اشيل الطعام. حاضرين 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 بنشيل الطعام. هذا عايز يسمون حسين مضامد. حسين ما بمكنوز. يلا افتح بقك بعد مقارة جعيته. ارس مكاني انا كيف هيلس وين بجهويك؟
ضك عني ضك يا صلاح ضك. سيارات عود متنقنهن بندخن بهن. وين عاد مصدرهن هاي؟ ها مصدرهن الله يسلمكم. عام الأول عام الأول جايات من أمير براكة. من أمير براكة قرشة الله بابا كبر الدلة. ويا صكيناها شويون أخذ منها من طرفه يوم تهلع على ريحته لأن عاطلنا شيء مميز وما شيء شرات. فلذلك أنا محافظ عليه من هاك اليوم. شيء وايد من كل مكان لكن هذا مميز. فلذلك يوم تولح على الريحة الطيبة أدخن منها. ظاهرنا كان من كسر اليوم حين من هالصباح حق من تدخن منها إن شاء الله. إيه حجية أتريا تي أم محمد. شو حبيبي؟ هو جد أنا حجية؟ أنا حجي أنا أنا حجي ولا حجية؟ حجية أقول عن شيء. صلاح صلاح عند المذكر مؤنث مؤنث مذكر. الحين أنت صلاح نعم. شو جايبين؟ كاميرا بابا تعالي يبي جاي يبي جاي جاي هني جاي أوبن. أيوة هذا خمير نفسه على قليل ولا؟ هي خمير تبى أنت؟ رياك لبعك؟ لا لا بس هذا يلا ها وهذا هذا شو اليوم؟ هذا شو فيه؟ أيوة دنقو نخي بليلة حاضري تعق في درام كتشرة أنت تعق في درام كتشرة. ليش هالكذا تتوك متريج؟ بعد النظرة الشريرة هذه نسينا أبوي نخبركم اليوم ترى بعد عشلة الوحدة عندنا. ها يلا يلا ترتب. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. الحين نحن نبون يجمع الزب يتيامع من يجمعونه في المزرعة عند أبوه إنه هنمونه بلاقب. إحنا نظفناه وعدلناه ركبناه ويازم أبوي على الضوء لين ينضى ينضى. كيف شوفوا الحين إيش قايل لونه؟ شرات مش صافي لازم يغلي صافي شرات الزلال يعني معناته نسبة البخار اللي فيه الرطوبة تبخرت كامل. فلذلك يغلي صافي عقب نحط له دوياته يعني يبطي على الضوء يبطي. الحين الضوء ها فباب ما تلحق الجدر خفيف الضوء إلى أبعد حد. ساعة كيف كان شكل الدهنة؟ مدلخ. الحين صفت رقم واحد. الحين غايته تنحط الدويات. يلا 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحين وقت الدويات. الدويات لازم تنحط بكرم تكرم الدهنة عسب هي تكرمك تغذي حتى طيبة فنانة. نحن ترى دهنتنا ما نحط ما نحط الحلبة. نحن هاي ذوابة الذواب الأولية ذوابة هالبضبي ما تنحط الحلبة أبدا. هذا على ما تشوفون تملح وتازم بوي على ضوء قاصرة لين روحها تعتزل لخلاصة وترد تصفو. الحين شو قال مدلخ لين خلاف بوي ترد تعتزل روحها لخلاصة تحت والدهنة من تقمش بس بندوا عنها تقمش يغادي شراب قماش من فوق تعتزل لخلاصة تحت والدهنة تازم صافي فوق. يلا عاد الحين يبالها يومين يومين لين بنات. يلا 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 بطة دوارك كحلولو ماشي. يا سلام يا سلام كحلولو. يلا مرسلين يلا انسى اسمها هاي انا شو اسمها فلبين. يلا بس يلا عاد يلا 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 ذهب 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 ابوي ذهب. الاصلي الاصلي لا يفوتك لا يفوتك. عاد اليوم ابتدى الصبحين الترويج عم من بكره. يلا انقفضي 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 كلنا خدامك يا البرم ريا من والحرم لنا خدامك البرم الريال من والحرم. شي دباب شي غراس الدنيا مطرجة. شي دباب شي غراس الدنيا مطرجة. هيلا بيس هيلا بيس هيلا بيس. عاشوا عاشوا. يلا البنات يلا يلا عاشن البنات عاشن البنات. يلا يا ربي دبايت ليش تبركت عليك يوم يا بس لا حول لا قوة الا يا مايا بسرعة بسرعة بارك الله فيك. كلنا خدامك يا البرم. أوبن بيت الداون تاون. هذا قلنا لكم الحين كل يوم يخدمون من لبشو للي يبى يعني ياكل خبز
بدال ما هو ياكل لبناني وخبز الدكان، ها هذا ابوي ترم تغمس به كشر بالله الذباب. عاد الحين الذباب ما بيخوز لين يجي المطر، ها بغدي رقم واحد بدال ما تاكل ابويه خبز لبناني تمزر بطنك عيين، ها رقم واحد. اذكر الله اذكر الله يا رجل، خف على عمرك، ها طلع مخك 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 يا صلاح. اي ها خلاص كم مرة؟ أربعة. شكرا يلا بس تضيعنا الرمسة. حصل ولا ما يحصل؟ ما باليد حيل ابوي سامحونا، ما لقطنا شي ربوي فيها مرة تسمق هاك اليوم فيها وصورناه ونزلناه سناب موجود على اليوتيوب على الانستغرام. ما بره من صور ننزل على الانستغرام، كان في خاطري نصور ننزل على الانستغرام ماشي. بس برايك سر شامبي سر، بارك الله فيك. What is today؟ اليوم اليوم الهي، واليوم اليوم الهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مساكم الله بالخير. هاي يسمون مسا التزقريتة ومسا اللي يقول داز بالحيل كله. الحين داز بالحيل كله كان مفروض أكون مسير على عرب، يا غير الله يحفظكم ما بمسير على عرب. أنا الحين ساير هذا المكان، ساير بنك أبو ظبي الأول، ساير بنك أبو ظبي الأول. عندي شغل وإن شاء الله أني بقضي شغلي وبخلص وبر. هذا وين خليفة بارك، البناية هاي جديدة لهم أغنيها كملوا حول حين نسوها الصرح العظيم. هذا يقول لك الصرح العظيم، هذا هو الصرح العظيم، هي لك الجنة يا أبو خليفة. كل مباني هالدنيا العود مكتوب عليها عام سعيد. شو رأيك؟ دروب متى جاي هالمكان؟ أنا جيت أظني قبل 3 شهور، كان والله يا ابوكم وانا نازل وقابض الطريق عسال جد البوابه، ينهى الدنيا تتوهي انها وهيت وحده، يا الواهي اللي يظهر من الرسته ينه يصلي الويه، يعني مسوي شرات السراب. الله اكبر، شو كان الجو كان الجو يعني شيء مش تعيس، دمار دمار ليه في الكون كله. شو هالبقعة، شو بسوين هالزرب، ها عبارة زرب حين، هذا حق منو؟ ليه بيدوخون الدوي خيون ابوي هني، يظهرون ابوي من مكاتبهم ما يوقفون عند الباب. شوف فكرتهم وايد جميل، المباني اللي من غير المباني الدويخة يظهرون عند باب الوزارة ولا الدائرة ولا اي كان. ما شاء الله عليهم هالبق فضل بالاول، الفطانة اللي فيهم ما في حد، حاطين لهم ابوي مكان بعيد هنا فرت حصان، والله ما بعيد يعني تقريبا ما يقارب 100 متر تقريبا يبعد عن البنك، فاللي بيدوخ يصير يدوخ هناك. شو ذنبه اللي بيدخل البنك وبيظهر يروح ريحه عشوار الزقاره؟ نسيت اصور لكم عمري وانا داز بالحيل كله، يي حافظ علي والله يا ابوكم لزقرتي وفنان ما شاء الله علي، شيوخي شيوخي عين علي باردة. شيء معلومة جديدة من سنين الله يحفظكم، انتشرت رمسة أو طلعت إشاعة من سنين، يوم حد يصور منظر في الامارات ولا شياته في شارع الشيخ زايد ولا في على كورنيش ابو ظبي ولا في الاماكن اللي اكثر فيها بنيان وناطحات سحاب وابراج، تدرون شو يظهر ردة فعل الناس اللي من غير؟ هي ابوي هاي يصورون في اوروبا ويقولون ان هذه بلادهم، يصورون في اوروبا يقولون ان بلادهم، معقولة في الإمارات هنمونا أبراج وهنمونا شوارع؟ يعني حاطين العرب مرة كلها كذب بكذب وهم ما يدرون أنها كلها حقيقة، لين
يو بروحهم بكبرهم يو بالدار وشافوا العمران وشافوا الخير وعرفوا العلم والخبر، عقب اقتنعوا ان هاي هي دولة الخير، هي امارات. فالمعلومة هذه الله يحفظكم 100% صحيح، 100% حقيقة، 100% هالكلام. انه يعني تطلع اشاعات، لو كل من يسوي شيء طلعت عن اشاعة، كل من يسوي شيء طلعت عن اشاعة. من ضمن الاشاعات اللي تامة في خاطري من التسعينات والثمانينات هالمواضيع، كل من حدية وصور منظر مستوي في مكان من هالأماكن، ولا حديقة، ولا منظر بحري، ولا منظر مائي، ولا يبال، ولا سهول، ولا عاد حمار، وما أحيس لساني وأقولكم بأي لهجة كانت تطلع، بيقولون هي تطريل البلاد الفلاني. فلذلك أنا مصر أني ما أحيس تمية في الإمارات، أن يقولون يعني هذا مستحيل يكون في الإمارات، يصورون أبوي في الخارج ويقول يدعون أن هذه بلادهم. لين أبوي أزمة العرب تصير وتي واكتشفوا أن هذا الشيء حقيقي، هذا مش ادعاء ولا بحلم ولا بافتراء. ما علينا، الحين أبوي حطيت لكم قبل شوي 5 أو 6 صور، ها من صوري الأول من أول ما استويت، واحدة منهن حدد أنا حاطة تاريخ حق شو بعد أتكلم، كلنا جدام، واحدة منهن جديدة مالات العام، هو أنا متفيزر هالنمونة هاي قدامي حد ورد كأنه أبيض، ما يندرى به الخبير قصه الورد قبل ما يحطه لو خلاه. المهم هاي صور جدام بين الحقيقة والخيال تحاكي الماضي. هاي وحدة منهن لابس أنا بدلة، مرحبا والله مليون، شو السلامات، أنا مخفي هبحط، واللي بيسلم علي برد عليه السلام، ويعلى الله يحفظ الجميع. انزين نسيت والله شو كنت بقول، هي والله اني نسيت. هذه وحدة منهن لابس بدلة، البدلة هذه الله يحفظكم ماخوذة من محل يسمونه السيسلجي في لندن. هذا يدلك اني انا حينه يوم سن 15 و14 البس بدل هاك الزمان، يعني اللي يرمسون ويقول. وهاي الماركة يسمونها ماركة محل في لندن عدال في النايس بريدج، يسمونه سيسلجي عدال محل، المحل هاي يسمونه سيسلجي. البدل اللي فيه اغلى نوع بدل في الدنيا العود، وما حد ياخذ منهن الا الانسان اللي يعرف. واخير ماركة واصل ماركة واكبر ماركة في السنين هايك عاده المحل يسمونه سيسلجي. فحين الناس يقولون انت الناس كلها تلبس بدل وتتعدل ابوي شفتوا البدل متى لابسنهن، هذا حين رد على ندق الباب من قرقع الباب يا اهل يواب، كل لبسك لبس سبور، ليش ما تلبس بدل؟ شفت ابوي البدل متى لابسنهن؟ انا لبست البدل اللهم لك الحمد يوم الصبي راقد، يوم الناس راقده لابسنهن البدل. الحين ابوي ظهر من خشمي يوم حد من العرب يقول محدث نعمه، ولا هاي العرب حين ما السوشيال ميديا محدثين نعمه، محدثين نعمه نعمه، ما حد ابوي في هالبلاد محدث نعمه، من استوت هالبلاد وهلها ابوي بخير وسهاله ما حد محدث نعمه، محدث نعمه ما شي في دوله الامارات، كلها ابوي اللي في دوله الامارات عايشين في نعمه. من قبل الاتحاد وقبل ظهور البترول ميال السم خيرهم وعلمهم خبرهم مش البطر، لكن ما حد كان ميت مليون ما شيء قبل في الحرب، ايام الحرب العالميه الاولى هي نعم الناس عاشوا في فقر، لكن كانت مده ايام الحرب، لكن قبل الحرب كانوا بخير، وعقب ما انتهت الازمه رد الخير. وانا ارمسكم هالموضوع عن الثمانينات والتسعينات والسبعينات، الحمد لله الناس بخير وسهاله ورف شيء سير وشيء حد من هذا الصور حاطنهن ردا وتعقيبا على اللي يقولون ابوي هذا حينه يوم يصير يصور هالكثر هذا ما شاف خير. لا ابوي شايفين الخير وعايشين في خير نحن واللي على شاكلتنا. يا خير انا احب اسولف وارمس، هوايتي اصور واسولف واضحك ودردش ويا العرب واسولف وياهم وارويهم، حد الناس حد من الوادم يبى واللي ما يبى ابوي عليه الرب حافظ، ما بلازم يتابع ولا بلازم. اي انسان سلبي بتلقطونه ينتقد الملياري
ينتقد الطير الطاير في السماء ينتقده، لأنه هو ما يعجبه العجب، وهذا كله من الحسد. من الحسد ولا محد أبوي محدث نعمة، اللهم لك الحمد. هي والله، وكيف لاصقة في لساني اسم الماركة هاي سيسل جي من سنين، هل انه ما زالت؟ لكن مستحيل مستحيل، لانه محلها دوم اخذ عدالة، عدال محل في نايس بريدج يسمونه كيزينكي، كيزينكي هاي مال بيع مجوهرات في نايس بريدج، عدالة هذا المحل سيسل جي حين مش موجود، هل ان خلفه اسمه انكسرت الشركة؟ هو معلوم ان باضوا على بيضك بيض، ما شيء بيتم. هاي بويها ماركة اكيد يت ماركات اخير عنها مليون مرة حين، يا غير الماركة هاي ابغي اعرف شو قالت الي يسمونها سيسل جي، والله العظيم اكبرها واسمنها ما يلبسون لمن هاك الماركة هاك الوقت عادة زمان وعدة. يلا ارمس خلافة انا وصلت جريب البيت، هاي لا بصورها الغداء اليوم، الغداء مميز بياح مشواي وعيش لبكي هميك على قولة حد من العرب، وشوربتي اليوم شوربة مميزة، شوربة طيور، شوربة الطيور حاطين وياها مثل شفتوا اللي يسوونها تستوي حق ملك مصر والسودان، ملك مصر والسودان الملك فاروق يسوون له شوربة طيور، اليوم قلت ابوي يعني يسوي شوربة طويرات وحطوا فيها حب هريس، يعني شو من الملك لين طباخ الملك، طباخ الملك يشرب شوربة هذا الحب الهريس. نحن ابوي خلطنا ابوي بين شوربة ابوي الملك وشوربة الطباخة، فقلنا ابوي حطوا الطيور ويا شوربة ويا الحب الهريس، وحطوا فيها كرفس وليمون جراس. فالحب الهريس شيء بسيط، فكان ابتكار هاي شوربة الطيور اليوم، وبنرويكم ايش قال وضعه وعلمه واخبره. اليوع اللي في الدنيا كله في حينه، اليوع اللي في الدنيا كله فيه كله فيه، اليوع اليهد. نعم نعم نعم، انه يوع. هذا بعد بابنا لازم تقول التليفون حق يفتح الباب، مسجلنا بابنا بعد. وينك يا بابنا؟ وينك يا بابنا؟ وينك يا باب؟ هذا رقم دوارك ظهر لي، بابنا هذا بابنا. يا رب وانتم شو دمكم تسمعون هذا كله؟ هذا بابنا. أيوة يس بعد يكذب. أي سلام، تكنولوجيا تكنولوجيا، اللهم دمها نعمة احفظها من الزوال يا رب العالمين. أيوة أيوة يلا عادة. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم من يدخل بيته ويظهر لازم. ما شي شرات البيت اللي فيه خضرة، البيت اللي فيه زراعة في الدنيا العودة ما شي. على فكرة اليلسة هذه بنخوزها بنخليها دور حوين دخلت السيارة، معتزلتي علي بنكم قال لكم بصور لكم شوربتي. هاي شوربتي، هاي طويرات، هاي الطويرات، هذا وريتش اللي تشوي ليل حليل حليل حليل، هاي فيها بوية لامون جراس، وهذاك اللي قبل كرافس، هاك اللي ريحته قوية تشي شرات شرات المثيبة ريحته ما دانيها، لكنها صحية وهيلثي. وهذا حب الهريس، شو حب الهريس؟ ما بمكود ده شيء بسيط، فنيال حق لقن، فيجي طيب يدحق في اللثم يغدي ما لذ وفنان، ما يحطون فيها سقم ولا صوار، يحطون فيها بس ريحة فلفل أسود ويليلان اللي هو الكزبرة، وهذا تعرفونه يوم كرافس، هب كرافس يوم بامية ويوم لوبيا ويوم فاصوليا ويوم بروكلي وكل يوم شيء. هذا على كسوتي هوني أظهر أبوي الوريشات، شو هالوريش مصارونة نو 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 نو، فأظهر أبوي الوريشات خلينا عليهم واكنها روحا، وهاي الخضرة لازم روحها زين. قبل هذا كله أكل هذا هو أهم شيء الموضوع كله. معلوم إنه مرياحي، لكن شو بتسوي؟ كان كتبت عدي فنان وما يت لايم ويهك ولا تتلاوق الغوبك ولا تتمطمط ولا يقدن لك فتشوتك يطيحن مرة عند صدرك
والحناحين وليلود هذا كله بيخوز عليك بهالنمونة عليك بهالنمونة. ها هذا هو يخوز المطاميط وليلود ومرة غادي بخير وسهالة. هذه خرب وهذه حفانة. هذا الخرب شوف ردت يسوي بالشكل يقول لك سوى الشيء. خليني اخذ يديها هني 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 ما شفنا هناك سوى ما كنت شفنا السنين كلها اللي كنا هني ما كنت شفنا شيء هذا طلي ما شاء الله هم خرب. اليوم غدانا مميز فلذلك قصة غدانا اليوم وايد شيقة. أولاً هذا غدا البيت العادي هذا طاجن مال دياي معروف زين وهذا الله يحفظكم العيش اللبتي الأبيض ها فهذا غداية شويونة عيش شويونة شيء بسيط زين لا يذكر زين زين غطينا الزوم العيش هذا شو ضروري للدهينة ها ضروري دهينة وآخر شيء لازم ها هذا هالنمونة آه. وعقب هذا كله لازم الخل الحولي هذا لابد ولا عذرنا هذا كله احتفالية بالشو بالضيف الغالي العزيز هذا اللي تشوفونه هذا الضيف الغالي العزيز لبياح لبياح اليوم لبياح 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 ها شوف 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 خيبة محرها يا سلام يا سلام ها على ما تشوفون هذا الويه الأولي وهذا الويه الثاني ها واحد اثنين ثلاثة مرة لا يختلف اثنان في ذلك انت والخير أربعة انت والخير أربعة يا سلام يا سلام هاي عاد لحمة البطن هذه وين المطاميط هاي انت والخير أربعة هاي عافية ريج عافية ريج ما يبالها صدع ولا ديانة أبدا خل حولي ودهينة وعيش ما يباله لا عندك ولا دونك ورويد وجرجير هذا لا بد ولا عذر منه وراسين بصل ايوه وانت مغمض شوف لحمته شوف البلح لان الحين هذا موسم البياح هذا موسم البياحه ها شوف الشحم تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس صورنا لكم الكنز هذا الكنز شفتوا الكنز الشحم بتول 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 الشحم شوف ما شاء الله ها متخالط ابوي الكبد ويا الشحم شوف ما زينه هذا عاده ها هذا ابوي لا تقول لي سمونه هذاك هذاك اللي ياكلونه من الصيدليه اوميجا 3 هذا اوميجا 3 طبيعي وانت مغمض مره وهذا ابوي صيد ليل ما في تراب ولا في شياته ايوه يوم بتاخذ لبياح اخذ ابوي صيد ليل اللي فيه صيد النهار كلها بطنها تراب تراب ريج هاي لبياح اوميجا 3 ريج ما يبالي سر ولا كل اسبوع اقول التوبه توبه توبه لكن ماشي الشيطان موجود الشيطان موجود المغريات اقول لكم الفيديو هاللي توني حطيت لكم اياه اللي كل اسبوع اقول التوبه التوبه لكن الشيطان موجود هذا الله يسلمكم الاسبوع اللي خطف حاطنه انا روحي انا تصويري انا ما اسبوع اللي خطف ما قال سنتين او ثلاث ما اسبوع اللي خطف انزين هذا معناه كنت قصوا الكلام اللي قبل وقصوا الكلام اللي عقب ونزله وهذا حاليا يتداول في جميع التواصل الاجتماعي وجايني مليون ودي او انه يعني معقول معقول شو يعني معقول يعني قصوا الكلام اللي قبل والكلام اللي بعد انا الفيديو كامل موجود على اليوتيوب يعني ما يبقى الكلام فحسب شيء انا انزل يومياتي لا تلاشيا من هذا من قاصرين العقل والدين والحاسيه اللي ما فيهم خير انزين شو معناه حين هذا انا قلت يعني بما معناه اني اسير البحر وكل ما اسير البحر اكل زيادة وأخرب الرجيم وكل من يتيم أقول التوبة كل من يتيم أقول التوبة وكل من يتيم أقول التوبة خلاص وكل مرة يقص عليه الشيطان وأشوف المغريات أقصد المغريات الأكل والشرب
قوم علي سالم يذبحون ويصلخون والدنيا والحلاوه والميوات، ويلس اكل بيدي وريول واخرب الرجيم لرجيم كامل في ابو ظبي مال اسبوع كامل. وهذا اللي انا اقصده، وحين منزلين هالمقطع ويتداولونه. توبه شو بقولكم، مودرين العرب كلها، ابوي البلاد فيها اشياء وايد، الدنيا ابوي فيها هاي كلها فاقه هالكثر، منو متبرض لين هالكثر متفيج لي انا الحين يقطع فيديوهاتي ويجسمهم ويحورف على هواه ويقطع الكلام اللي قبل واللي هذا منو لمصلحه؟ شو الفايده؟ شو هناك؟ اقطع الله ما انا خابر. والله العظيم انها مصيبه هذه، ودروا الاشياء المهمه في الدنيا العود كلها متوحيني انا. يعل التوحاكم ان شاء الله، استغفر الله، الله يسامحكم، وكل الله فيكم يا اللي تقطعون فيديوهات تسوون شيء. انت وين الحين؟ وليش تاخرت علي؟ انزين ماشي مشكله، الحين بتي له هبياي، ادري انت بتي له هبياي، بتي عندي شوي وبتصير يعني؟ لا لا تعير خلاص ما اريد. هي بتي تيلس عندي، بتصير شوي مثل باحي دقيقتين بتصير. لا يلا اللي سكر سيده. ثانك يو دوارك، ثانك يو. ابوي مطرقين طير جات حبوب شويون خفيف خفيف، يعني انت وحشه الليل، انا وحشت الليل يعني، هاي لحف كبدي لي خلاف عاد شوربه عقب التمرين. زينات اربع حبات ما يسوون صاحب. شو عاد يكون ترتيب هنا الحين هالكم من حبل؟ عيل الله يحفظكم، انك لو ياهن فرده سح وحده لكن هبل الحينه اول ابوي تنقالك فرده سح وحده وحده خاطري. زين تاكل هاي البوي كلهن، من تخلص تحلي بهذا بفردة السح الخلاصة. ليش؟ على اساس انه ترون تتفنين، يعني القهوة ما تطيب عقب الشيء المالح، القهوة تطيب عقب الشيء الحلو. فلذلك ابوي هذا حين شيء طواري عندنا فردة السح من عقب هالملوحة. وكل دقيقة تجيب لي شيء. شو الحين؟ What is here? What's inside it? Only kiwi and kiwi and tufah mafi. Okay, what is inside now? Kiwi? There is no kiwi, kiwi. Strawberry. This is blueberry. All berry. Yes, there is. But no apple. And no kiwi. Okay, but my order it was I need apple and pineapple. يا ربي يا الله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا كابتن صلاح. ها كم تيك ذس وان، تيك ذس وان كويكلي كويكلي. السلام عليكم. يعني هاو ار يو؟ ها السلام عليك. ما بقعد. كيف حالك؟ تمام. كيف انت الحين؟ الحين ما بيا بطير سياره، بطير السيارة. الحين انت جايني انا ولا عند منو؟ انت ما بعرف جاي عندي انا. ليش الحين بويم؟ ليش زعلان؟ مو سالفة. هنونا ما بزعلان؟ تعال اسد، خليه اسد زقري زقري. اسد بابا تعال تعال سد شله شله، خليه يرد خليه يرد. وين جاي؟ جاي وارم ابوي، وارم وارم ما يتحاكى. باروت غادي. شو بلاك شو بلاك؟ اي ما بس قسم بس كلام. انزين وليش زعلان؟ بس هنمونا؟ صلاح يسلمون عليك النيادات كلهم. اي اي بقو سلموا عليك النيادات. شكرا شكرا. ما يبي ياخذ سلام. شو بلا زعلان صلاح؟ سلام انا اريد اروح دبي بس. شو تسوي الحين؟ انا اقول انا اريد اروح، انا اجلس داخل البيت. شو تسوي؟ صدق هالكلام صلاح؟ اي زي السلفة. ها شو تبى؟ صلاح شلي عن الطاولة، ما يبى الطاولة قدامه. ها شو بلاش اسد شو يقول؟ سوبل نطلع من هنا هذا بيت روح مستشفى. هي
يا ربي واجه الزعلان. ربي هذا حرام، هذا حرام. ايه حرام. شو حرام؟ شوف شوف شو يقول حرام؟ دوم. ايه يقول لك حرام تلبس هالنمونه، ليش ما تلبس شيء طويل؟ حرام. ايه هذا اللي مزعلنا. هذا كلام انت زعلان؟ لا الحين نشيل نروح. يلا بدل هدوم تعال. يلا بارك الله فيك. بس شيطان ونص. تسبوع لي خطف ساير دبي. لا ما لا اسبوع. كل اسبوع تبي تسير دبي؟ ايه ايه. بس عندكم مريم لوين تبي تسير؟ ان شاء الله بس تسير خدية. بس عندكم خالو خدية؟ ايه. ند الشبع؟ ايه. وين تبي تسير بعد؟ بس. بتقول مريم ما بسير؟ شوية اذا. انزين شو مشكلة؟ خلي وديك باكر، باكر تبي تسير له يوم الخميس؟ الخميس عسى. انزين الخميس الخميس ما شي مشكلة. شكرا صلاح. اذكر الحين اسد بخبره يوديك الاسبوع هذا. كم ما تبات انزين؟ ولا بتصير وياي البحر؟ انا حبيبي كل الدوم خربان باكر صوبه بدها. اسد اسد. نعم. سر بيوم الخميس دبي. سر بي اول بتقول خلو خديه ند الشبه. وخله ساعه ساعتين عندهم من الساعه 10 للساعه 12. الساعه 12 اشتلوا سيروا بيت قوم مريم وتغدوا عندهم. وقيلوا العصر تعالوا. يكون ناذن عليكم المغرب انتوا داخل ابو ظبي. شو رايك؟ زين. شو رايك صلاح؟ زين. تجلس بيت خالو خديه ساعتين. إيه؟ وفي ند الشبه اربع ساعات. في بيت قوم مريم في اي فريج؟ شو قصيص؟ كله مريم امس بالتليفون. شو اسم المكان وين ساكن قوم مريم؟ راشديه. في الراشديه. ند الشبه ساعتين والراشديه اربع ساعات. إيه؟ زين؟ شو هالنظره البابليه اليوم؟ زين؟ زين صلاح؟ من وين؟ هناك احبتي. زين صلاح؟ بتجلس عنده مو بتي، شو رايك؟ تمام تمام تمام. شوف سيح؟ ايه. لا تعطي خلاص، الصبح ماكل خلاص، الحين عطى فرض. الفرض رمودلر. ايوه. شيل شيل شيل. ما يحتاج يقول حبيبي، كل شيء بيعدون لك اياه بيعطون لك اياه. ما يبعبع كلينكس؟ كلينكس يا البطران انت؟ ها. نص فرده؟ اخير حبيبي. ليش كلينكس الحين عظمه صحه تخسر عليه ورقه كلينكس؟ هذا داخل لا هو تسوي هالنمونه؟ لا هو تسوي هالنمونه؟ بالله تكت يا البطران. صبر صبر تعال اسد اسد تعبني هذا طلع. صبر شو بلاك وين بتصير انت؟ تروح صنايع شويه يجي دقيقه اشتري واحد ماكينه مال ماي. ديلمه؟ ديلمه. زين صلاح شو الحين؟ اصبر اصبر الحين شو بسير انت وياه ولا تجلس؟ لا لا ما بسير وياه؟ ايه. ليش؟ ليش هو بشوف؟ ادري تبي تشوف ليش ليش؟ ما اشوف باكلهم. ليش معصب؟ خلص خلص بدي واحد مره روح. يلا خلاص انت بايت بتصير وياه ولا بتجلس عندي؟ سوا سوا مع بعض. خلص انزين ما علي ما لا لا شو بعد شو تشير هالكثر؟ شو هالمشاورات؟ شو يقول لك الحين ما اعرف وين سبعلان ليش انت خضر هي بتروح الباب سوا سوا بتروح ما علي خلص شاي قهوه خلص بعدين نروح ما علي تو الناس حبيبي شو 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 لا خميس لا خميس لا خميس ما شي رياضه عندكم لا حسب شي تبي تسير دبي يوم اربعة 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 شي تمرين اليوم خلص بكره ما في اها بكره يوم الاربعاء فيه ايوه يوم الخميس ما شيء عندكم تمرين يوم الخميس تدري متى تشتغل هذا شو اسمك الساعة 9 الصبح 9 الصبح بتكون عندي هني قبل تعالوا عندي شفته تعالوا عندي ويلسوا وبنتريق بنسولف توكلوا على الله شو رايك بسيروا دبي وانا بقيل وبتغدى وعين من الله خير وبتوكل على الله بسير البحر ولا بسير دبي الله اعلم الله اعلم هي اكيد ان الله اعلم يلا لكن متحاوطين شو بلاكم صلاح شو بلاهم وياك يعني انا كريم شو يقولوا رشيد شو تريد شو تريد يقول لك مينون صلاح يقول لك سلام عليكم تقول لي مينون حرام حبيبي كذاب هذا كذاب مطوع ما يكذب حبيبي لوتي لوتي
صراحة ما أعطيتهم بخشيش. شو ماكل حوار أنت باع باع باع. صلاح ما أعطيتهم بخشيش. بخشيش وين؟ مخيب مخيب. وين بوكك صلاح؟ طارق صلاح البوك وين؟ صلاح البوك وين؟ في السيارة ها؟ لا تليفون حق أسد خليه يجيب البوك بسرعة. ها؟ شو قال؟ شو بيسوي؟ دق دق تليفون دق تليفون الحين دق تليفون سوي تليفون سوي تليفون حق أسد سوي تليفون حق أسد سوي تليفون خليه ما عليك منه ما يقدر لك ما في قوة سوي تليفون حق أسد خليه يجيب البوك. لا 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 بس انت راشد سوي تليفون سوي تليفون يلا سوي وتروعون انتو لقاب يذبحكم وين يروم يذبح حد يلا سوي تليفون سوي سبيكر سبيكر متروس البوك فلوس ابوي هل بالقصر يظهروا معاشك من تاريخ 20 مبشراتنا نحن. خلي سبيكر يا لدوي صلاح حرام قولي يب يا يا الله صلاح يا وي وين البوك ما صلاح يجيب البوك بيعطيهم بخشيش من زمان ما اعطاهم. صار ما بتعطيهم على عشر اسمع بابا سلام اول خبر مو خالد ارباب انت انا اكلم اسمع ايوه زين صلاح ما بتعطيهم على عشر البوك ممزور سر 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 يلا افتح السيارة افتح السيارة افتح السيارة يلا يلا افتح السيارة راشد سر شوف سلام هو ما يشوف هو ما يشوف هو ما يشوف يا شو؟ تعال تعال صلاح؟ شو؟ أخ عليك يا صلاح أخ عليك دعتهم على عشر لا بينون لا؟ شو وياك؟ خالي بوك يدي مشان أنا هاي البوك الخالي اعطاك اياه خالي ما في شيء واللي فيه فلوس عشان انا قول ما يريد أدا. بس عطيه عطيه نحن ما نبي البوك الخالي نبي البوك الممزور فلوس مو انا سيخ الجماعة وحين الاول زي عطنا فلوس لا عشر 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 اخ عليك اخ عليك مستوي بخيل يدي خلي بخيل متلبس اظني من ساعتين الى استهدرب وهدرب 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 واذن العشاء وصلينا والى سنه هدربان 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 خطف علي الوقت وحين عاد تم الواصل الجيم نص اللبس اليوم الجيم تقريبا 45% او يعتبر 35% 35% لان شيء جهازين ثلاثه شوي خلايا فلذاك الجيم تقريبا 35% من الحضور والاخر كان هناك وين الريول عالم هناك وين الريول وما ادري شو هناك شيء عالم وكلاسات بعد المزرعه بثنينتن وهني وين الحديد شيء يعني ما عالم وايد كان عالم شيء يعني شيء زحمه كان ما بالزحمه اللي هي يطلع عنها عباس على دباس والدنيا مطرجة يا
يلا عاد الحين ببتدي التمرين. وادي يقول والله انت هيدا كله ترمس التليفون، انت تتمرن انا اتمرن، بكل تمرين وتمرين دقيقه اروم ارمس واسوي 10 سنابات في هالدقيقه، يعني مش عضيلي. يعني البعض من الناس عندهم فن ويتقنون هذا الفن، والفن هذا هو تتبع عورات الناس، وحاول اني انا اتصيد اي خطا منهم او زله. ليش كل هذا؟ عشان افضحهم وتترتب ممكن عليهم الاشاعه عدل، واكون انا اول من يكتب عليهم في الميديا فضيحه فلان الفلاني، فضيحه الفاشينيستا الفلانيه. بس هالمسكين الناقص نسى شيء وايد مهم، ان في رب راح يتبع عوراته مثل ما هو تتبع عورات الناس، وربي بيفضحه مثل ما فضحهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وحذرنا: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. لأن الموضوع ترى مو هين أنك أنت تتكلم عن الناس وتفضح شخص وتتبع عورته. دير بالك لأن الدنيا بتدور، وكل ساقي سيسقى بما سقى به. يا ريال انت هالريال ابوي من هالمقيوين انزين يتمرن وياي وشافني عند الباب. نعم. قال ما يستوي اخليك توصل لي سيارتك مشاي. اكيد افعل. وشل لي ابوي بسيارته، قلت له كبري عرجات وكل ما عليك بس له مو قال تعب المروءه. نعم. اني اخليك افعل لك زين. الحين انت مشي كله، انا اسمك ما اعرفه. يوسف من هالمقيوين. نعم. وقال لي ابوي بيحك لي وياي تنك هاي اليوم تغديت منها هاي بيحك هزيل. نعم. ونحن ابوي هالمقيوين بنجيب لك من بياه خور من القيوين. نعم حاضرين. وهالريال ابوي حمنانا وانا يبوك عاد ما حد يسوي لي سبب بيوصلك. يا الله والله يا ابوك لا حط علومك قب الدقل خلي اللي ما يشتري يطمش. واصل مرة يا فضايحك عاد. واصل انا مرة. والله لا كلك كبدك عاد لين يوصل البياح. حاضرين زين. حاضرين يا ابو محمد. تحياتي لك ولحق المقوي. الله يخليك. شكرا محمد. شكرا على التوصيله. عفوا عليك. حاضرين زين. تحرون اللي هناك محتفلين به مال الحلوين. هذا ابوي موجود هني على ما تشوفون، موجود في هالمكان. بس بنس موجود حلوين. اي والله تفاجأت يوم شفته، ترى حبل هنا محتفل تبه ابوي البلدان كلها، كل بقى ابوي محتفلين به. اي والله يا ربي يا سبنس، ما شيء ابوي في الدنيا العودة شيء لو موجود فيها. يا ربي يا فواكه بخبركم، لا تدور ابو فواكه في غير سبنس، لا تدور ما يقول خيب حتى طاحت عربانتي. اي والله يا وقت شيفت الفواكه روح ترحب. سبحانك يا رب. اول خوخ نمون وحدين لك 600 نمون الحين، كم بتاخذ وكم بتطالع؟ شيبه شيء طبيعي اني ياخذ شيري، بس باخذ من هالاشياء حقهم حق البيت يستاهلون. باخذ انا من هالاشياء هاي حقي، يعني ما يمنع اني اكل من هذاك اللي باخذ لهم اياه، يعني ليش يعني مشكلة؟ الحلال عليهم حرام علي. لو بيصدعون صورته ولا لا؟ ما ادري اذا صورت ولا لا، بس والله طلع عجيب ما شاء الله. زين اصبر عاد. السلام عليك. هلا. كيف حالك؟ الحمد لله. اسك كيف انت؟ الحمد لله. اقول لك عاد هلا وياه، عاد اقول حق ام منو؟ ماشي بيبي؟ لا لا ماشي لك بعكم ايدان؟ المهم عاد اقولها يحطك القبطيلة شري اللقطة وانتي ما شاء الله بعد ما شاء الله على الله يحافظك. زين هي تقول الحين امها سويت المحلة، طرشت لي صورته ولا لا؟ والله ما ادري اذا طرشت ولا لا. لا يكون هي ام سعيد؟ لا مو ام راشد. لا ما يتي صورة على الله يحافظها ان شاء الله يبارك فيها. ميسر امورك. وين تتمرن؟ والله في الشارع. ما بعدنا في الجنة. ما شفتك تطالعني تسلم حريت عرفت في الجنة يعني. لا والله بس نحافظ من الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله. الله لا فرق يرزقكم ان شاء الله الذرية الصالحة يحفظكم. حافظي عليه وانت حافظ عليه حتى في عيونك. يوم مرحبا. مرحبتين. كيف حالك؟ يا مرحبا. انت تبيع ولدي سعيد. اي نعم. الله يحفظك يبارك فيك. الله يسلم عليك. الحين هناك في ميامي الله يحفظك. الله عليك. كيف ديتك؟ الله يسلمك يا
كيف انت؟ بخير وسهلا. ليش معنى تونس بنس هاي انتم؟ هذا دال البيت. ها انتم هنا قريبة؟ اي نعم. الله يسلمك. المنطقة مرة. فرصة سعيدة. الله يسلمك انا اسعد. خبرت هذا الوحلي لناصح النية، قلت له وين الحلو من هنا؟ قال كله حلو، كان حلو وايد هذا وهذا. الفيري سويت ولا الباجي سويت. سويت العادي يعني. ما كيف حالك كيف انت؟ ثانك يو براذر. انا وقت العشاء يلا عاد. بنرويكم عشاء عشان ابوي لي زايد من شوربة الظهر الحين بتغدى. وهاي الطويرات اللي تعيدونهن. هذا تعرون ورجعود ها طول رايبتين ها لا تحرون وايد. وهاي شوربة الخضرة اللي هو نسيتها شو داخل حبيب يزار وكرافس وفي كرافس في ليمون جراس وفي هريس حبهب هي حب هريس كرافس وليمون جراس وحب هريس شويونة بس شوربة هذا عشاي الحمد لله. مبوني الله يحفظكم ناوي أسهر وياكم ونرمس اليوم ونسولف. يا غير الله يحفظكم من عقب طاسة الشوربة والكذب خيبة حق محمد وقطعت لي من هاي الجوجة والخوخ وهاللي شيها النمونة هالأصفر مال تركيا لذيذ هذا حين موسم الشتوي هو شويونة ناريل تيه قطع وزاهب لذيذ. فحين أشوف عمري متوازي ولمبوني ناوي أسولف عندي قصة وياكم سواء سالفة زينة يعني سالفة اجتماعية. يا غير عيوني ترصصا يعني الرقاد هي والله كلت على يوع وحين خثرت فما ظني حولي رمسة ما روم اللي أقولكم تصبحون على خير والله يجمع ما بيننا إن شاء الله وياكم بكرة على كل ما يحب ويرضى سبحانه.